سمعتم قائدا يتهيأ للثورة ضد نظام كبير ضخم وهو من بداية حركته يعلن للناس: أيها الناس، أنا في هذا الطريق مقتول، وكل من يأتي معي فهو يقتل. يعني لا تأتوا إلي، معنى العبارة هذا؟ من الذي يريد أن يقتل؟ لا أحد، إلا النادر أندر من النادر. من بداية الحركة يعلن ذلك، وكأني بأوصالي تقطعها أو يتقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. أيها الناس، أنا ماشي، أنا ذاهب، ولكن أنا في هذا الطريق أقتل. من كان باذلا فينا مهجته، يعني أيها الناس، الذي يريد أن يقتل تفضل. من الذي يريد أن يقتل؟ لا أحد. يوجد شخص من بداية الحركة يذكر هذا الشيء؟ لماذا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الشيء؟ يعني أيها الناس، أنا لا أحتاج إليكم، أنا فقط أؤدي واجبي، أوصل صوتي فقط، لا أريد أن تأتوا إلي. أنا عندي غيركم، أنا تعاملي مع ذاك، وإلا صاحب حركة صاحب ثورة لا يذكر ذلك شيء حتى لو كان يعرف. من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. ثانيا، الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى كربلاء ومعه أكثر من 1000 مقاتل. بعد أن أعلن هناك تصفيات، طبعا أكثر الناس ما جاءوا مع سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام خوفا من القتل، بعضهم جاء، دخل إلى كربلاء، وصل إلى كربلاء ومعه أكثر من 1000 مقاتل، على ما ببالي ما يقارب من 1500 مقاتل. في أصعب ليلة يعلن لهم أنه من بقي إلى يوم عاشوراء فإنه يقتل، اذهبوا. وهؤلاء كانوا يعرفون من هو الحسين، يعرفون أنه مرتبط بالله عز وجل، إذا قال شيئا فهو حق. وبالفعل هناك عبارة في الرواية الشريفة مضمونها أنه عندما قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، قبل أن يكمل كلامه 10 10 20 20 ذهبوا. عجيب، حتى ما باقي إلا نفر قليل، في هذه الرواية 71 فقط بقوا حسب هذه الرواية، كلهم ذهب. من 1500 لعله أكثر من 1000، 10 10 20 20 ذهبوا. أبو عبد الله في هذه الليلة تقول لهم اذهبوا؟ هذه الليلة الصعبة بعد أن اجتمع أكثر، على أقل التقادير، أكثر من 30,000 شخص لقتالك، يريدون أن يقاتلوك، في هذه الليلة تقول لأصحابك هؤلاء الذين بقوا اذهبوا؟ نعم اذهبوا. توكل على الله، أنا يهمني ذاك، لا أحد يصنع مثل هذا الصنيع. في الأنبياء، في الرسل، كانت هناك حروب بين الأنبياء، بين الكفار، بين المشركين، بين الأنبياء وبين المشركين. سمعتم مرة واحدة هكذا شيء؟ ثم يشجعهم اذهبوا، فليأخذ كل منكم مضمون العبارة
بأحد من أهل بيتي ويذهب، ما بقي إلا نفر قليل. نموذج ثالث، لا أريد أن أذكر لكم مصائب، مصيبة الرضيع سلام الله عليها، لا أريد أن أذكر لكم مصيبة، ولكن إخواني هذه المصيبة قطعت قلوب أهل البيت عليهم السلام على مر الدهور. أبا عبد الله لماذا تأخذ الرضيع وأنت تعرف من هؤلاء أعداؤك؟ أنجس، أجلكم الله جميعا، أنجس من الكلاب والخنازير هؤلاء. هؤلاء أكثر توحشا من الذئاب وأنت تعرفهم، وفي هذا اليوم أثبتوا ذلك. قبل قضية الرضيع كانت قضية مقتل أصحاب الإمام الحسين واحدا واحدا، مقتل أهل بيت الإمام الحسين. ماذا صنعوا بأصحاب الإمام الحسين هؤلاء الأعداء؟ ماذا صنعوا بأهل بيت الإمام الحسين؟ القضية ما كانت قضية قاتل فقط، تأخذ الرضيع عليهم. ماذا يريد أن يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في قضية الرضيع؟ يريد أن يقول لله عز وجل: إلهي أنا مسلم كليا، إلهي أنا لا أملك شيئا عزيزا عندي أبقيته لنفسي، أعز من الرضيع، حتى الرضيع أتي به. ولذا في هذا الموقف نودي من السماء، في مواقف أخرى ما نودي، تسلية جاءت من السماء لصعوبة الموقف. يا حسين دعه فإن له مرضعا في الجنة، يا أبا عبد الله لا تتزلزل، لا تنهار أبا عبد الله. الإمام أبو عبد الله جاوب جوابا عظيما، قال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، لا تخافون أنا ما أتزلزل، أنه بعين الله. خلاص، تعرفون مثل هذه القضية، إبراهيم خليل الرحمن، أعظم رسل الله عز وجل بعد خاتم الأنبياء إبراهيم عليه وعلى النبي وعليه الصلاة والسلام، وامتحن امتحانا واحدا، البلاء المبين، واحد من أبنائه. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء كم رأى مثل امتحان إبراهيم؟ هذا إبراهيم، في مثل امتحان إبراهيم ما كان أحد يتمكن أن ينجح، هذا إبراهيم نجح في ذلك الامتحان. الإمام الحسين كم كان له امتحان مثل امتحان إبراهيم؟ وأصعب من امتحان إبراهيم. نعم، أصعب من امتحان إبراهيم. تعلمون ما هو الأصعب؟ أصعب بكثير، حمله لنسائه الزاكيات الطاهرات الطيبات النقيات. إلى أين تذهب أبو عبد الله؟ إلى الحرب. أنت تبقى؟ أبدا، أنا أقتل، كل الرجال باستثناء الإمام زين العابدين يقتلون. تحمل نساءك إلى أين؟ الحرب ضد من؟ هؤلاء النسوة الزواكي الطيبات النقيات، يصبحن أسراء بيد من؟ بيد بني أمية. بني أمية من هم؟ بني أمية كانت هناك حرمة لله عز وجل من تهكوها. أعظم حرمات الله انتهكوها.
من تصبح أسيرة؟ زينب ابن فاطمة. مرة أجلس مع نفسك، تخيل، تصور أن امرأة عزيزة عليك، مع أن نساء المؤمنين، هؤلاء النساء المؤمنات نساء عاديات، تصور أن أختك تصبح أسيرة، ابنتك التي تحبها كثيرا تصبح أسير، أصلا تتمكن أن تتصور؟ فكيف بأولئك الطاهرات؟ حسب روايات شريفة، القضية ليست قضية من لساني، حسب روايات شريفة الله عز وجل كان يرضى من الإمام الحسين بأقل من ذلك، ما كان واجبا على الإمام الحسين هذه الأمور، ما كانت واجبة. أبو عبد الله، الله يرضى بأقل من ذلك، لماذا تصعد إلى هذا المستوى؟ خير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء، خير بين القتل وأن يبقى حيا، يعني الله كان يرضى بأن يبقى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حيا، ما كان واجبا عليه. ولكن الإمام الحسين دخل إلى معادلات الله الكبرى، حتى لو ما كان واجبا عليه هذا شيء ينفع دين الله عز وجل لا بأس، أي شيء كان.